بل ينبغي الأب أن يجوع ويشبع. ينبغي أن يجوع. الجوع له فائدة حتى طبيا، يتحدث عن الأطباء فائدة عظيمة في صحة الجسم. يعني لا ينبغي أن يكون المرء دائما لا يحس بالجوع، كل ما أخذ من الوقت أكل فلا يجد جوعا، بل كونه يحس بالجوع في يومه وليلته هذا له فائدة عظيمة عليه في صحته. ولهذا قال الصحابة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، أو كلاما هذا معناه. يقول ابن القيم: ويدع الطعام وهو يشتهيه. ويدع الطعام وهو يشتهيه. يمكن أن أكمل هذه العبارة أقول: قم من الطعام وأنت تشتهيه، ولا تقم منه وأنت تشتكيه. قم من الطعام وأنت تشتهيه، ولا تقم منه وأنت تشتكيه. كثير من الناس إذا قام بدأ يضع يده على بطنه ويتألم ويقول: أنا أكثرت الآن وتعبت، أحس أن بطني كذا. كثير ما يقوم وهو يشتكي من الطعام. فخير له أن يقوم من الطعام وهو يشتهي الطعام، لا يقوم منه وهو يشتكي متضجرا منه. حتى هذا أيضا يضعف شكر النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى. يكون أكل حتى امتلأ فيبدأ يتضجر، وهو الذي جرى على نفسه هذا الضجر. فيقول المقيم رحمه الله تعالى: ويدع الطعام وهو يشتهيه. قال: وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في الحديث قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. قال المقيم: لا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام، لأن بعض الناس فعلا عنده نظرية أن الثلاثة الأثلاث كلها للطعام. يقول: والماء والنفس كل منهما يجد له طريق، الماء يتسرب شيئا فشيئا، والنفس لا بد أنه يجد له طريق، لكن يختمها كلها الثلاثة الأثلاث بالطعام. هذا مضرة على نفسي، ولا ينتفع الانتفاع الذي ينبغي له من طعامه. سبحان الله، الحديث هذا نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأنتم تعلمون أن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي زادها ابن رجب على 40 في باب جوامع الكلم. وفعلا هذا الحديث من الجوامع، وفي منفعة عظيمة للناس. نقل ابن رجب عن طبيب غير مسلم وقف على هذا الحديث، قال: لو أن الناس، هذا الطبيب غير مسلم يقول، لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات. يقول: لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات، ما أصبح الناس يحتاجون إلى مراجعة، لأن كثير من الأمراض من المعدة، وكثير من الأمراض المعدة من الامتلاء بالطعام. نعم.